عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم ديالك السيدي؟ أنا إبراهيم كجو من دوار نزالة. أش من نزالة هادي؟ نزالت ولادي علا، على قبيلة ولادي علا. فين جات هاد القبيلة الله يخليك؟ هاد القبيلة جات ما بين الحد ديال ولاد تيدرارين والحد ديال العروسيين. واش هاد الفيديو بغيتي يتنشر في اليوتيوب وفي وسائل التواصل الاجتماعي كلها ولا لا؟ لا، بغينا يتنشر مع الناس باش توصل الكلمة ديالنا. إذن هذا تعتبر ترخيص منك باش نشروا هاد الفيديو. إيه الله يجزيك بخير. إيه واخا عاود لينا شنو وقع في هاد البلاد هادي؟ هاد البلاد نعماس اللي سمعنا خرجنا هذا بهذا التقسيم ديال الأراضي السلالية، وفوجئنا بالناس اللي عبروا الأراضي ديالهم. حنا كولاد الدوار هنا فوجئنا بالناس عبرت الأراضي كتعبر في هاد الأجبال، في هاد الأودية وهاد الجراف. هاد الجراف وهاد الأودية وهاد البلاصة هادي اللي كنعرفوها ديال السرح. قلتي لينا خرجوا شي ناس، شكون هاد الناس؟ خرجنا سيدي التقني وخرجوا لأمانة. لأمانة؟ لأمانة. شنو هما لأمانة؟ لأمانة كيمشيو مع المهندس هادو تيعرفوا الحدود ديال. شكون هما الأمانة؟ الأمانة ديالاش هاد الأمانة؟ هاد الأمانة ديال هاد البلاد السلالية، هاد الأراضي التواور. قلت ديال التواور. دوار عنده امين ديالو. هكا بغيتي تقولي باش تفهمني. الله يجزيك بخير. كل دوار عنده الامين. وانتو ماش من دوار؟ حنا دوار نزالة. ودوار نزالة ما فيهش الامين؟ لا نعم سيدي، ما فيش، كان فيه الامين مات. نهار مات الامين ما عمركم درتوه؟ لا ما تعوضش، لا ما تعوضش هذاك الامين. وسمعتي درتوا شي اجتماع وما تعوض لكم بسبب كورونا؟ هي بسبب كورونا درنا هذاك الاجتماع، كنا بغينا نكونوا الامين، ولكن مع الازمه ديال هاد كورونا عافانا الله واياكم وجميع المغاربه وجميع المسلمين، ما بقيناش درنا الامين. ولا ما يمكن لكمش تختاروا الامين عن بعد وديروا واحد العريضه وتوقع فيها الدوار كله ويختار الامين وتصيفطوها للقايد، وراه هذيك هو الانتخابات. راه بحال الانتخابات هذيك. يمكن نعم اسيدي نديروها. نديروها هذه العمليه ولا لا؟ غادي نديروها نعمس، هذه العمليه غادي نديروها وغادي نديروها. يمثلنا حنا في الدوار هنا تيعرف الحدود ديال البلدان. نرجع بك شويه للور، هاد الناس اللي تيعبروا، واش تيعبروا الناس من الدواور عندكم؟ هاد الدوار عندكم شكون اللي استفد منه؟ استفدوا منه بعدا قلال، الناس استفدوا منه قلال. وعلاش هاد الناس اللي استفدوا من الدواوير الاخرين واش استفدوا لانهم ساكنين في دوك الدواور ولا عطاوهم شي حاجه خارجه على القانون؟ لا، هادوك الناس هما فعلا من ولادي علا استفدوا، عبروا الاراضي ديالهم اللي كتحرط. ما كاين حتى واحد خارج الدوار اللي شاري، جا شاري كلهم هادو من ولادي علا السلاليه. كاينين الناس اللي شاريين. شحال تقريبا الناس كانوا تقريبا غادي يكونوا، انا على علمي انا كيكونوا شي سبعه الناس هنا او ثمانيه. وشي واحد قال لي عنده حصه الاسد في هذا العبار، شكون هذا السيد هذا وشكون اللي جابوه وشكون منين الدوار هو فين شاري؟ الناس دابا راه تتعرف هنا الدوار، كتعرف الدوار هنا راه كله هو الدوار هنا، راه بقاو فيه هذا الدوار عندنا هذا راه بقاو فيه غير سبعه الناس او عشره الدواور اللي هنا. هذا الدوار من 90 هذا الدوار هذا مع الناس مشات في واجب وطني الاقاليم الجنوبيه هنا. كتعرف السي هذا الدوار هذا عندنا حنا راه من قبائل ولادي علا. شكرا سي ابراهيم، نعاودوا نشوفوا شي حتى اخر من هاد الدوار. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكامل سيدي؟ زغم احمد. زغم احمد. احمد اش من دوار سيدي انت؟ دوار نزالات ولادي علا. قبائل ولادي علا. قبائل ولادي علا. نعم سيدي. واش انت مستعد باش توافق لينا على هذا الشيء تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم. وافق عليه؟ هذا دابا الترخيص منك. نعم. مرحبا. تنسمع بينا جاو الناس تيعبروا شي بلاد هنايا شي جبال محيطه بكم تتسمى في العرف ديالكم هي المحروم. نعم. واش هذا الشيء صحيح ولا لا؟ لا صحيح. نعم. تيعبروا المحروم؟ تيعبروا. بيملكوه لشي ناس اخرين اللي هما ماشي من الدوار. نعم. وهاد الناس واش كاين العدل؟ واش طبق القانون وقسموا على عدد الدوار وقسموا هاد المحروم على الدواور ولا لا؟ لا ما كاينش العدل. ما قسموش هذاك الشيء على الدوار. اللي حضر حتى الحصه ديالو اللي ما حضرش راه ما عطاهمش. ما تيديوش شيء. كاينين ناس حاضرين، شفت انا ناس حاضرين ما عطاوهمش، علاش ما عطاوهمش؟ كاين بعض الناس حاضرين ما عطاوهمش. مستهدفش. علاش؟ ما فراسكش علاش؟ لا ما فراسكش. يعني هادشي تيديروا المخزن هما اللي تيديروا هادشي. تيديروا هادشي المخزن كله هما اللي قايمين بهادشي. وفي نظرك انت واش هاد الناس هادو يمكن تلجؤوا معاهم للمحاكم؟ نعم. غادي تلجؤوا للمحكمة معاهم في هاد الإطار هذا؟ نعم. عرفتي بأن راه الاختصاص يرجع للمحكمة الإدارية؟ نعم. يمكن تحميكم المحكمة؟ نعم. وتحمي هاد المحروم هذا؟ شكرا. إذن إخواني المواطنين أخواتي المواطنات، كيف ما شاهدتوا تبعنا استجواب بعض الإخوان اللي هما ساكنين في هاد الدواوير، وهذا المحروم ديال الدوار اللي كيدخل في إطار المال العام، والمال العام راه عنده قوانين اللي كتحميه، وكاينه تعليمات
اجراءات ملكيه ساميه في اطار حمايه يد المال العام وفي اطار حمايه الملك ديال الجماعات السلاليه. اذا ملي كنجيو هنا وكنشوفوا بعض الخروقات اللي هي غير قانونيه، هذه الخروقات هذه احنا مازال ما لمسناهاش على ارض الواقع، لكن تتبقى مجرد تصريحات ديال هاد الناس، وصرحوا لنا وما تقصوا. ومادام ان المحروم تيتعبر وبيتفوت مجموعه من الناس ضدا على بعض الاخرين، فهذا يتنافى مع الفصل 6 من الدستور اللي تيلزمنا باحترام القانون، والقانون تيستافدوا منه الناس كلهم سواسيه امام القانون، والمواطنين كلهم سواسيه امام القانون. ومادام ان الملك ان هذا العقار هذا اللي هي عباره عن جبال كما تشوفوا ورايا، عباره عن جبال، وهذه الجبال هي مناطق رعويه كيرعوا فيها الدواوير، كل دوار عنده محروم ديالو كيستعملوا للراعي الاغنام او الابقار او المواشي كيف ما كان نوعها. وهذا المحروم ملكه ديال الدوله، هذا ديال الدوله، وملي كاين ديال الدوله يدخل في اطار المال العام. وحنا كجمعيه المغربيه للدفاع على المواطن مختصصنا من المسائل المهمه عندنا في القانون الاساسي هي الدفاع عن المال العام وحمايته من الانجطار ومن السرقه ومن مجموعه ديال الحوايج اللي يمكن تضيع لنا المال العام. اذا هنا المال العام الاخوان تيبان لكم بان المال العام هذا ديال الدوله، وملي كاين ديال الدوله يدخل في اطار المال العام. وحنا كجمعيه المغربيه للدفاع على المواطن مختصصنا من المسائل المهمه عندنا في القانون الاساسي هي الدفاع عن المال العام وحمايته من الانجطار ومن السرقه ومن مجموعه ديال الحوايج اللي يمكن تضيع لنا المال العام. اذا هنا المال العام الاخوان تيبان لكم بان المال العام يجب حمايته. ومن هنا كنوجهوا الرساله ديالنا للسيد الوالي والسيد عامل اقليم شيشاوه والساده المسؤولين كيف ما كانوا، باش يدخلوا ويحميوا هذا المال العام من الضياع، لان هنا كاين دابا المال العام تيضيع وغادي ياخذوا الناس ويضيقوا الخناق على هاد الناس. وملي هاد الناس ياخذوا هاد الفيرمات هادو 70 كتار و 80 كتار غادي يضيقوا على هاد الناس، وهاد الناس غادي يجيو عندنا المدينه وغادي يجيو غادي نساهموا في الهجره، غادي نساهموا في الهجره القرويه بطريقه غير مباشره. ملي يجي واحد السيد تيشوف المحروم ديالو مشى ليه جده واحد اخر جاي من الرباط ولا جاي من كازا ولا جاي من اي مدينه اخرى ولا جاي من مراكش، والدليل المحروم ديالو تيبقى هنايا، شنو الملجأ الوحيد؟ هو يهز ولادو ويجي للمدينه ويمشي يخدم ضارب معاشه ونجيبو ثاني يبيع الزيتون ويبيع الليمون ويبيع ويبيع ويبيع، وخصنا نعاودو نجيبو ليه المخازن اللي يضربوه ونجيبو الصحافه تكتب عليه، وهكا بنا نبقاو في المشاكل. إذن الاخوان خص الدوله تدخل باش توضع حد لهذا الشيء وتوضع حد للهجره القرويه، باش المدن، لان المدن عمرو بزاف بحال هاد المشاكل هادو هما اللي تيساهموا في الهجره القرويه نحو المدينه، وكتجعل بحال هاد المسائل هادي. دابا هنا 30 كيلومتر باش بعيدين على مراكش، هاد الموقع 30 كيلومتر بعيدين على مراكش، وكنعاود ويمشي يخدم ضارب معاشه ونجيبو ثاني يبيع الزيتون ويبيع الليمون ويبيع ويبيع ويبيع، وخصنا نعاودو نجيبو ليه المخازن اللي يضربوه ونجيبو الصحافه تكتب عليه، وهكا بنا نبقاو في المشاكل. إذن الاخوان خص الدوله تدخل باش توضع حد لهذا الشيء وتوضع حد للهجره القرويه، باش المدن، لان المدن عمرو بزاف وبحال هاد المشاكل هادو هما اللي تيساهموا في الهجره القرويه نحو المدينه، وكتجعل بحال هاد المسائل هادي. دابا هنا 30 كيلومتر باش بعيدين على مراكش، هاد الموقع 30 كيلومتر بعيدين على مراكش، وكنعاود نناشد المسؤولين سواء على الصعيد الجهوي او على الصعيد المركزي بما فيهم السيد وزير الداخليه، باش يدخلوا ويحميوا هاد المحروم هذا، ويحميوا هاد المحروم لهاد مجموعات الدواوير اللي كاينه هنايا. المحروم خصو يبقى ديال الدوله، دايره فكره الدوله وبغات تفرقوا على الناس، يتفرق بالعدل وبالتوازي ما بين السكان اللي كاينين. راه كاين الاحصائيات والقياد والشيوخ تيعرفوا شكون اللي ساكن في الدوار وشكون اللي ما ساكنش. كذلك هناك مجموعه من السكان ديال هاد الدواوير اللي مشات للصحراء ومشات في اطار مهمه نبيله من اجل الدفاع على الوطن، على الدفاع على المكتسبات ديال الوطن وعلى الدفاع على الاقاليم المغربيه. مشات هذوك الناس مشاو لتمايا وهما الاصل ديالهم صحراوه وجاو لهنايا، ومشاو قيدتهم بعثه الامم المتحده المينورسو ومقيدهم ومشاو تما باش يؤديوا الواجب ديالهم، ماشي ملي يرجعوا للبلاد يلقاو البلاد كلها تقسمات، داوها الناس في كازا والناس في الرباط. هادشي راه ماشي معقول، هادشي راه ماشي معقول وماشي قانون. وانا من هنا تنعاود نناشدكم وتنطالبكم باش تنفذوا القانون وحمايه المال العام اللي هو المحروم. والسلام عليكم ورحمه الله.